Station。عايز اقولك يا مالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا الغارده بالمصطفى يا الغارده واغفر لنا يا سيدي مقام مضى يا الغارده بالمصطفى يا الغارده واغفر لنا يا سيدي مقام مضى بالمصطفى يا الغارده واغفر لنا يا سيدي مقام مضى بك استمنا أرى الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضاء المصطفى يا الغارده واغفر لنا يا سيدي مقام مضى يا الغارده المصطفى يا الغارده واغفر لنا يا سيدي مقام مضى المصطفى يا الغارده واغفر لنا يا سيدي مقام مضى أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت في أنوار كل ضلال يا الغارده بالمصطفى يا الغارده واغفر لنا يا سيدي مقام مضى يا الغارده بالمصطفى يا الغارده واغفر لنا يا سيدي مقام مضى
بيو يلا رضا بالمصطفى يلا رضاك واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى أنت الذي أشرقت بي أفق العلا فمحوت بي أنوارك لا ضلالي الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى صلى عليك الله راء بالدائما أبدا مع الإبكار وأصلي يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى صلى عليك كالله راء بالدائما أبذن مع الإبكار أصلي يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى